بعد كده هو هنا عايزني اتعلم لما اكون بعرض على حد حاجة، بقول له تحب كذا، تحب اعمل لك كذا، تحب اجيب لك كذا، اقدم لك كذا. ده كده اسمه ايه؟ offer. offer offer يعني عرض. فبقول له would you like، وبعديها الحاجة اللي انا ايه عايزة اقدمها له. يعني مثلا هنا would you like a drink، هل تود مشروب. هنا would you like some bread، would you like some bread، هل تود بعض العيش. اي حاجة بقى انا بعرضها على حد بقول له would you like والحاجة اللي انا عايزة اقولها له. يعني مثلا would you like some water، تحب بعض الماء. would you like some orange juice، تحب بعض العصير. حد يعرف يديني examples؟ yes أمي. لا انا عايزة yes examples. please. لا انت اعمل لي offer، اعرض علي حاجة، قدم لي حاجة، تقول لي ايه؟ would you like، والحاجة بقى اللي انت عايز تديها لي. would you like tea، ممتاز، excellent. ها who else؟ طب لو انا موافق وقبلت الاوفر ده اقول ايه؟ yes please. او لو انا عايز الحاجة دي ومحتاج لها بشدة، بصوا الولد هنا شكله ايه؟ عطشان. thirsty، شكله thirsty، عطشان. فراح قايل له yes please، ايوه من فضلك. هنا would you like some bread، تحبي بعض العيش. فالبنت عايزة عيش فعلا، فقالت له ايه؟ yes please، ايوه من فضلك. طب لو هما مش عايزين هيقولوا ايه؟ no thanks. هيقولوا no thanks، لأ شكرا. طبعا لازم نكون مؤدبين واحنا بنطلب، ومؤدبين واحنا بنرفض. واحنا بنطلب قلنا please، واحنا بنرفض قلنا thanks. مش نرفض كده بقلة ذوق ونقول لأ مش عايز، لازم نقول no thanks. طيب هنا my sister wants some cookies، اختي تريد بعض الكوكيز. لما اكون انا بطلب لنفسي اقول I want، والحاجة اللي انا عايزها I want some bread. لما اكون بطلب لحد تاني اقول الشخص اللي انا بطلب له الحاجة wants some cookies. هنا حطينا s في الverb عشان الفاعل اللي جاي قبله السبجكت عبارة عن ايه؟ حد واحد بس مفرد. my sister دي لو شلتها وحطيت مكانها pronoun ضمير هتبقى she wants some cookies. احنا اتفقنا ان he she it بيجي بعدهم ايه؟ verb plus s. تمام. طب لو انا اللي عايز هقول I wants برضو، ولا هقول I want؟ I want من غير s، صح؟ ليه؟ مين بس اللي بيجي معاهم s في الverb؟ he she it. excellent.